ازيك يا جدعان، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسين، فيديو جديد. وقبل في الفيديو كده حابب اشكركم على التفاعل بتاع الفيديو اللي فات، ويا رب التفاعل يبقى اقوى على الفيديو ده. اما بالنسبه للفيديو النهارده هيبقى عن مشاهير التيك توك بس البنات. لو انتوا حابين ان انا اعمل برضو الفيديو الجاي عن مشاهير التيك توك بس الشباب الكلب وبات، ابعتوا على الانستجرام فيديوز ليهم مستفزه وينفع نعمل عليها رياكت وكده. نشوف اول واو يا اسطى، الهي يسترك دنيا واخره، والنبي عايز اركب. ايه انت عبيط يا ابني؟ هو ده مش فرس النهر؟ فرس النهر ايه يا عم؟ ده عجل النهر. شفته نزل ازاي البحر وطلع؟ يعني سبحان الله على التغييرات اللي حصل. كان نازل عجل طلع عجل. ايه يا ابني اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ طب خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. طب انا راضي ذمتك، انت راضي عن نفسك؟ ده انت باصص في الارض حتى. حاجه غلط في الفيديو بجد، يعني هو قاعد باصص في الارض، اللي هو قاعد في الارض يعني ما باليد حيله. انت حد مهددك مثلا انك تعمل الفيديو ده؟ طب نسيبنا بقى من الهزار ده خالص، لان الفيديو الجاي فيديو مهم، فيديو لشخصيه بتغني. بس للاسف زي ما انتم عارفين ان في البلد زي ما في واحد بيبقى مشهور وما يستحقش الشهره دي كمغني مثلا، وفي غيره للاسف صوته تلاقيه احلى بكتير وبرضه مش واصل على الاقل ولو نص الشهره اللي هو عنده. هل ده ظلم من القدر؟ هل ده ظلم مننا احنا؟ هل ده ظلم من مين بالظبط؟ بس الحاجات دي طبعا بتخلي الواحد اللي هو يفكر في حاجات تانية، لو ممكن ياكل مثلا لبن من غير فينو، يلحس الزبادي بايده، المهم يعني اللي هو ممكن يعمل اي حاجات غريبه، لان ده بيأثر على مش عارف انا بقول ايه. تعال نشوف الفيديو. شفتم؟ شفتوا بقى الموهبة؟ المواهب دي بتبقى مدفونة، واحنا من حقنا ان احنا ندفنها وهي صاحية. دي مش المواهب، لا، دي اللي بتغني نفسها، احنا لازم كلنا نقف وراها وندعمها بس بالريبورتاج. طب هو ازاي يا بنتي اللي انت عملتيه بصباعك ده؟ انا مش عايز اظلمك، يعني انا مش عايز اظلمك، حاسس ان انت ما كنتيش قصدك تعملي بنفس الصابع ده، كان قصدك تعملي بصابع تاني مثلا. المهم اللي هنا في الصبع ده زي ما انتم شايفين فيه الدبله، يعني هي عايزه تبين الدبله، مش قصدها تبين الصابع ده بالذات يعني. فيا ريت نصفي نيتنا ونبص لدنيتنا ونركز في اخرتنا ونشوف الفيديو اللي جاي. ازاي يا بنتي في حد بيخبط على صدره كده؟ افرضي حد فتح لك من جوه، ليه بتحطي نفسك في مواقف ملهاش لازمه؟ يعني انت كده هتغريني مثلا لما تطبل على صدرك كده هتغريني؟ معروف دايما ان الناس بتطبل على طبله، اول مره اشوف واحده بتطبل على صدرها. هل ده توفير عشان انت ما عندكيش طبله؟ ولا انت كنت قصدك صح؟ عارف اني اسمي شاغل كل الحاقدين وحب الناس ده كان زحمه برضه. لا في ايه؟ معلش في ايه؟ انا مش فاهم، هو انت مدخله صدرك في كل حاجه ليه؟ انا عايز افهم يعني. النوبه اللي فاتت تطبلي عليه، والمره دي تخبطيه خبطه كده. لا هو كان نايم وعايزاه يصحى مثلا؟ ايه ده؟ كمل الفيديو. انت شوف المعجبين، شايف اني رقم واحد اصلي وسط المحبوبين، اصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين، احلامي من غير سقف التطور من صفاتي في الجبل اسد. ما علينا، يعني انا قبل كده قلت عليها اللي هي يعني محترمه وفيديوهاتها عاديه وكلام، للاسف دخلت الصفحه عندها لقيت كميه صور بوضعيات المفروض تنزل على، يعني مثلا بصوا للصوره دي كده، يعني انا عايز افهم اللي كان بيلعب يعني لعب فوق وساب اللي تحت ليه؟ مش المفروض يا ابني اللي يعمل حاجه يعملها بضمير، يا ما يعملش اساسا. اصل حرام عليك هتتحاسب على ده، يعني دلوقتي انت لعبت في جزء، سبت الجزء التاني ليه؟ هو اللي مش بيعمل حاجة أو اللي بيلعب في حاجة مش المفروض يكملها للآخر؟ ولا أنت ما عندكش ضمير؟ فعلا صنايعية آخر ذنب. طب نشوف الفيديو اللي بعده. قالك ناس الأيام بتتوري قلب اللي فاضي إيدي عيش بلادي، قالك ناس خليك ناسي إزاي؟
ليه؟ ليه القعده دي؟ يعني مثلا تلاقي ايه قاعده كده ودول كده، طب مش قصدي حاجه والله، طب ليه القعده دي؟ يعني دي الاغراء، ما احنا مش هنتغرب دول. وبعدين انا عايز اعرف ده حجاب، يعني ده حجاب، يعني انا كنت فاكر ان ده حجاب الاول، بس طبعا ده غلط، الرقبه كلها باينه، واللبس اساسا اللي هي لابسه على بتاع دي طربونه دي، اللبس ذات نفسه مش ماشي مع بعضه، الاقي راسك الاقي البتاع اللي على راسك دي وامشي بشعرك احسن. الصوره دي بقى والقعده دي بالذات بتفكرني بواحد كده. قصدك ايه؟ انا تعبان ومش قادر. بذمتك دي مش قعدتك في الحمام بصراحه؟ اه بس قعدتي انا احسن طبعا. طيب اطلع بره دلوقتي، ليه القعده دي؟ مش المفروض تداري يا بنتي؟ ده الكلاب اللي هم الكلاب بياخدوا لهم جنب وبراحتهم. طيب نسيبنا بقى من ده كله، خش على بطلة التيك توك سفاحة الاندر ايج حاصلة على جائزة محن الكلاب الفنانة مودة الادهم. عايز اعرف ايه الحركة اللي انت بتعملها برجلك دي؟ وانا مش قلت لك قبل كده تتعالجي من التسلخات؟ ايه بقى الوقفة دي؟ انت عايزة ايه بالظبط؟ يعني الوقفة دي غرضها ليها غرض، ما انت ما اكيد غرضك شريف. وبعدين ده في مول يا جماعه، يعني ده في مكان عام والناس قاعده والناس رايحه والناس جايه، واعتقد ده في دوله عربيه حتى لو مش في مصر. يعني كملي يا طهره. لما كملتش للاسف الفيديو خلص. ايه يا طهره ده؟ اقول لك طهره ايه؟ ده انت عايزه تتطهري من اول وجديد؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايتها العاهره. انا اندمجت كده ليه؟ احترمي نفسك شويه يا بنتي، حرام عليكي، احنا بقينا نتشتم بسببك. عايزه فلوس؟ قولي ونعمل لك صندوق كده نسميه دعم المواد الادهم، وكل واحد يصبح عليكي ببريزه على كل واحد ومقدرته. المهم اللي دول يعني الفلوس هتوصلك في الاخر. شوف الفيديو اللي بعده. اي هبد اي شغل موسيقى وارقص براحتك. وهنا بقى انا عايز اعرف ايه البنطلون اللي انت لابساه ده؟ طب ما تقلعي، يعني فكره بدل ما تعملي تيك توك بورنو يعني تعملي فيديوهات بورنو احسن. انا اسف على اللفظ يعني، بس ده هيليق عليكي اكتر والله. طيب كده خلصنا المحتوى الخراوي بتاعنا، تعالوا بقى نقفل الفيديو بتاعنا بالفيديو ده. امدح المكمل احمد الرسول، امدح المكمل احمد الرسول. قبل اقفل الفيديو بس انا عارف ان الفيديو ده ممكن ما يعجبكش، يعني لان انا بصراحه بصور وانا تعبان اساسا، يعني انا بقالي كام يوم كده مطبق وتعبان حوارات، يعني دعواتكم معايا بس الفترة الجاية، وإن شاء الله الفترة الجاية هيبقى في تنويع جامد، يعني احنا دلوقتي حاليا بنأسس تيم، هيبقى في شباب وفي بنات، هنبتدي نعمل فيديوهات مختلفة، فدعواتكم معايا إن شاء الله، وأتمنى يكون الفيديو خفيف كده على قلبكم. وبس يا جماعة كنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب، أهم حاجة تعمل سبسكرايب، اشترك في القناة عشان نوصل 200,000 سبسكرايب، لو حابب تشوف لوشي ده تاني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. وده اكتر كومنت عجبني الفيديو اللي فات. لو انت برضه عايز الكومنت بتاعك يطلع في الفيديو الجاي، يا ريت تعمل شير للفيديو وتكتب كومنت بده، وانا هختار من الكومنتات عشوائي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.